انقطاع، ربما قبل ما نخليك سي عبد الكريم بيرة تواصل يعني الكلام تاعك، ربما نقطة مهمة في ظرف 5 دقائق لأنه معنا الوقت الكافي سي عبد الكريم بيرة، معليش في ظرف 5 دقائق. يعني الكل في سيدي بلعباس يقدر المجهود الكبير اللي قام به عبد الكريم بيرة. عبد الكريم بيرة اصبح ربما هنا في سيدي بلعباس هو مفخرة كل العباسيين، وكذلك ربما هو مهندس صعود فريق اتحاد بلعباس منذ مجيء، ولكن بالمقابل كان عبد الكريم بيرة يود ربما العمل الطويل المدى بالمشروع الذي تحدث عنه والتكوين. نعم نعم سي عبد الكريم. ولا شو باش نكون صريح مع ضميري، تواضع مليح من تواضع الإدارة ومن تواضعه. أنا أقول إنجاز هذا الكل شاركوا فيه، ولكن أنا هو المدرب الوحيد اللي إلى في رقبتي وكنت حايب هذا الشيء صراحة. الأمر الثاني كنت نقول أنا هو الوحيد اللي يتحمل مسؤوليتنا على الإنهزام وسيكيوريزي دافونتاج مي جوار، تحملت هذا الشيء هذا. ولكن من في المقابل كانت عندي ثقة كبيرة في المسؤول الأولاني على الولاية سي محمد حفاظ وكذلك الجمهور. أنا تصور أنا هذيك أيا بيرة أيا بيرة هذا العام شامبيوني. أنا ما رانيش أنا اللي قلت للشعب أنا باش قال يا ودي كيما حنا نقولوا تكلم عليا ولا، أنا ما قلتش هذاك الشيء. الشيء اللي قلته أنايا ربما ربما هي فهمت لو ميساج الرسالة في لو 23 لو 23 أوت مع باتنا لو ميساج هذاك باللي يا شيخ حنا حبيناك قدرناك، هذه راه امانه في عنقك حافظ عليها. انا فهمت هذه، زدت درت حبيله على رقبتي انا ونخرج الولاء ونطلع. الامر الثالث انه تحملت عبء الانهزامات وانا ما نلعبش، انا نشتغل مهنه على شكل لعبه واللعبه تلعب من طرف لاعبين. ولكن عموما خويا شريف انا الشيء اللي حبيت نقوله، انا صح انسان كونترا دو دروازا والحمد لله اليوم انا نفتخر انه ساهمت في هذا الصعود بكل تواضع، والتاريخ راح يشهد على هذا الشيء. ما رانيش وحدي، دائما نقول كل اطراف شاركت، ولكن في المقابل صح انا درت ان كونترا دو دروازا، انا لما ندير ان كونترا دو دروازا حتى وحنا رانا صاعدين ولا حبيتني ونكمل معاك لازم تقعد معايا ونتكلموا على المستقبل. نعم فعلا نتطوروا على اللاعبين اللي نتدبوهم على لي بوز دو جو اللي لازم فاقد شيء لا يعرف. انا هو المدرب ما راهوش واحد اخر كانوا يقول انا مدرب مع الا البسير لا تدخل البون دو توش. ربما حتى بعد نهايه الموسم سي عبد الكريم يكون فيه ربما تقرير تقني من المدرب يقدم للاداره على اساسه يتم الانتداب للموسم المقبل. صراحه انا طلعنا الفريق، انا تمنيت لو الحفل يكون كبير. والله ما فرحنا يعني صراحه، انا والله ما فرحت كثير، انا كنت نستنى امور واحده اخرى يعني سنانا تحسوس اللغو. احنا رحنا كل واحد مره نضمن شيء هكذا تقليد تاع فريق كبير ونتكلموا على احتراف، لانه احنا ما بديناش 55 نقطه، بديناش